يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الاستدراج؟ المسلم الذي لا يلتزم بالإسلام ولديه كثير من الأموال ويعجب بأمور الدنيا، فهل أمواله استدراج له؟ نعم، إذا كان يعصي الله والله ينعم عليه هذا الاستدراج، إذا كان يعصي الله والله ينعم عليه هذا هو الاستدراج والإمهال، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.